مرحبا، شلونكم اليوم؟ راح احكي لكم عن الترايبود، كاميرا ترايبود. طبعا هذا تقدرون تستخدموه ويا الكاميرا او ويا التليفون بكل سهولة، جدا جدا عملي، مفيد للناس المبتدئة اللي ما تعرف كل شيء هواي بالترايبود. للناس المبتدئة يقدرون همينة يستخدموه، ليش؟ لأنه سهولة الاستخدام، مثل ما ذكرت موجود بأمازون، موجود بإيباي. رح أشوفكم شلون يستخدم. طبعا هذا من أنا، من هذه، أوكي. تقدرون تتحكمون بالكاميرا، أوكي. مثلا أريد مرات بالكاميرا تعدلون أو تمشوا. طبعا هذه من أنا، قلت لكم تقدرون تتحكمون بالكاميرا. رح أخلي الكاميرا وتشوفون شلون أتحكم بيها. تصعدون تنزلون، وبنفس الوقت هذا يطول، أوكي. هذا القياس تقدرون تسووه للموبايل، أوكي. وبنفس الوقت تقدرون تعلوه وتصغروه على مود الكاميرا. يعني أكو شغلات إحنا نصورها تكون قريبة، وأكو شغلات بعيدة، وبنفس الوقت أكو شغلات تكون لازم نعلي شوية ولازم ننصي بهذا الترايبود. الترايبود هو عبارة عن ثلاث أرجل، هذه بس تفتحوها، أوكي. راح تقدرون تعلوه أكثر، تفتحون هذه همينة وتفتحون هذه الثالثة منه، وراح يعلى. شوفوا، طبعا مثل ما ذكرت انتو تقدرون تتحكمون بالطول. طبعا هو هذا تقدرون تعلوه بعد اكثر همينة نفس الطريقة من هنا، وتعلوه تقدرون همينة تعلوه من هنا، اوكي. يعني مثلا اجبكم هذا القياس، تعلون وتنصون، شوفوا هذا شلون يعلى، اوكي. طبعا راح اشوفكم اعلى الطول، شوفون مثل ما تشوفون تقريبا هذا طوله، يطلع 160 سنتيمتر. زين هسه انا قصرته، اريد هذا القياس حاليا، اوكي. اريد اشوفكم شلون اخلي الكاميرا هنا. طبعا اكو من اذا تطلبوا من امازون مثلا، اكو ما يجي هذا اللي اسمه ادوبتر. هذا الادوبتر شنو هو؟ فتشي صغير يصير مربع هنا، هذا يربط بين الترايبود وبين الكاميرا. يعني من تخلون الكاميرا تحتاجون هذا، كلش كلش تحتاجون. اذا ما اجا ويا الترايبود فلازم تشترون واحد، سعره تقريبا 3 دولار. هذا اللي هسه راح اشوفكم اياه، حتى اقدر اخلي الكاميرا هنا، اوكي، اشكلها ويا هذا الترايبود. احتاج هذا الادوبتر، لازم لازم احتاجه. هسه مثل ما تشوفون دخلت الادوبتر اللي قلت لكم عليه بالكاميرا، وهيجي هسه اقدر بكل سهوله استخدم الكاميرا بدون اي شيء. طبعا مثل ما قلت لكم من هنا اقدر بعد افتحه، واقدر بعد اسده بكل سهولة. وبهاي الوضعية اقدر استخدمه. طبعا هسه حاليا شنو اريد اسوي؟ اريد تشوفون هذا، اوكي، انا طولته هسه، اريد اصغره، اوكي. مثلا عندي فد ايتم هنا قدامي، يعني فد شغلة، مثلا نقول ورد، اريد اصور الورد، اوكي. راح اشوفكم شلون. مثل ما تشوفون هذا شلون هيك طويل، اوكي. اريد اني مثلا الكاميرا اوجهها على هذا هنا جوا، اصور هذا، اوكي. زين اني اذا حاطه الكاميرا مثل ما تشوفوها حاطتها لي فوق، اوكي، شلون اقدر اصور هذا اللي جوا؟ اول فقره سويتها قربت الترايبود، اوكي، بالاتجاه الصحيح مقابيل الورد اللي انا اريد اصوره، او هذا الشيء اللون احمر، اوكي. قربته وخليته نفس الاتجاه. هسه ايش راح اسوي؟ من هذه، اوكي، من هذه اللي قلت لكم الموجوده بهذا الترايبود، راح اصغرها، راح انزله انزله انزله. شوفوا تشوفون
شوفوا شلون ده ينزل. راح انزله بهذا الاتجاه، انزله اني نزلته، بعد انزله، راح انزله بعد اكثر حتى اوجهه على هذيك النقطة الحمراء. نزلته اكثر. اوكي اشوف يعني انه مثلا هسه هذا مناسب، اوكي اذا مثلا اعلى شوية اعليه، اذا انصى شوية انصي. اوكي ورا ما خلصت من هذا ونزلته، نزلت هذا كامل، راح استخدم ابدا هذا. اوكي راح هذا، اوكي اخليه شنو، اخليه الاتجاه اللي انا اريده. طبعا اقرب بعد الكاميرا اكثر، اوكي قربتها اكثر، وبعده ما صاير نفس النقطة اللي انا اريدها. فش راح اسوي بهذه الحالة؟ راح احاول شوية يعني اشوف، طبعا انتو بالكاميرا راح تشوفون انه مناسب، طبعا كله راح تشوفوه هنا يطلع لكم. فاذا اوكي هسه عنده اشوفه تقريبا مناسب، اذا مو مناسب اوكي يا اما من هذه اتحكم بيها. اوكي شوفوا مثلا هذه اتحكم بيها، اوكي يا اما من هذول الارجل، اوكي لان هذا بعد يتصغر، من هذول الارجل راح اصغر الارجل واخليه يصير مناسب لهذه. والنقطة الثانية للمحترفين او يعني اللي بعده مبتدئ شوية ما يعرف، مثل اللي يعرف ومستخدمه دائما، فانا بهاي الحالة مثلا ايش راح اسوي؟ اوكي راح اقرب، مثلا اذا شفته ما مناسب راح شوية اعكس الكاميرا اللي عندي وراح هيك اسويه. اوكي وبهاي الحالة التقط هذه او راح اسوي لها فيديو. فهذا الترايبود جدا جدا مهم بالفيديو اكثر من ما مهم بالصور، لان الصور تقدرون تشيلون الكاميرا وتاخذون الصور، بس بالفيديو جدا مهم، خاصة اذا سويتوا فيديو محترف تحركون مثل ما قلت لكم. يعني سويتها هسه قوي، اوكي تقدرون تفرون بكل سهولة مثل ما انتو تردو. اوكي بالاضافة الى هذه، اوكي تقدرون همنا تستخدموها همنا لها اثر انه تدير لكم الكاميرا مثل ما انتو تردون. وان شاء الله استفادتوا من هذه المعلومة، وشوفوني فيديو ثاني.